أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: من قال إن الحديث القدسي مخلوق هل يكفر؟ من قال إن الحديث القدسي مخلوق هل يكفر؟ مثل من قال إن القرآن مخلوق، من جحد كلام الله سواء الحديث القدسي أو القرآن. من قال إن الله لا يتكلم ولم يتكلم بالقرآن ولا بالحديث القدسي يكفر، يكفر بهذا. أما إذا قال إن الحديث القدسي ليس كلام الله بمعنى أنه لم يثبت، أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي له محمل أنه يريد أنه لم يثبت، وما دام لم يثبت فهو ليس من كلام الله. أما إذا ثبت بالسند الصحيح فإنه كلام الله. نعم.